والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم علي محمد إسماعيل. الرحم على الشهداء من عمر المختار ل 17 فبراير وكل من مات شهيد في سبيل الله. طيب حاجة، نحن اليوم نستقبل الذكرى 25 لهذه المذبحة، يعني هل من كلمة تحب تقوليها؟ يعني والله هلبة كلام، هو إن شاء الله ما نقول كلمة يرضي الله. الرحم على من شهيد عمر المختار ل 17 فبراير كل من مات شهيد في سبيل لوجه الله عز وجل. وإحنا مطالبين شيء كان بالنسبة لي أنا مطالبة شيء كان ما يرضي الله وما نزل في القرآن. وندعي الله عز وجل أجعلهم في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصحابة والصديقين قد من مات شهيد في سبيل الله، ويصبر كل أم تبقى على الأرض وليبيين خاصة وأمة محمد عامة يا رب العالمين، ونحتسبهم عند الله إن شاء الله شهداء، ويصبرهم إن شاء الله يا رب العالمين، واجعلهم في الفردوس الأعلى مع الأنبياء والصحابة والصديقين. وكل أم نوجه بناتي ما تبكن وما تحزنن، احتسبوهم عند الله مش كلها دنيا، بإذن الله ورحمة الله وعفو الله تلقوهم قدامكم في الفردوس الأعلى، وما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا يا رحم الراحمين. ونحتج من 17 فبراير ويقولوا احنا على ابو سليم، علاش ناضي الثور على ابو سليم ابو سليم ابو سليم، وبعدين هم شو متعين ابو سليم اللي فقد بصره، اللي مات غصه وكمد، اللي 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 ولا اخذوه حكمهم حكم عادل وطبقوا ما بنزل في كتاب الله، وهمشونا وبدوا يجروا على الكراسي، ما تفرحوش بالكراسي، خذوا عبره من ملك الملوك شنو الموتى وشنو شنو شنو شنو. الدنيا ما تنفع شيء، ممر ما هي مقر. واحنا ندعو 20 سنة بعد 20 سنة في تلفون قالوا لي ابنك مات، عمري ما جبت بسو، كان حسبي الله نعمل عليك وكيل يعجل الله بهلاك الظلمة وشوطك بداتهم، وقاعدين ندعو فيها حتى توا. كل من ظالم وظلم ليبي وليبية وطيح دمع ظلم يعجل الله بهلاك كما هلك الأولين يهلك التاليين. اللي لا يخافوا ربي ولا يخشوا، احنا ما نعمموش فلان علان، اللي ما خافش ربي ولا يخشوا وظلم الليبيين، وياسر فينا دماء وياسر فينا حروب وياسر فينا تمزيق اكباد، خلاص يا رب يا رب انصر الحق على الباطل. وانا محتاج على الدبيبه بالنسبه لي، يعني ليش ما جاش وسانا؟ شوف 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 شهداء، شوف الامهات، شوف الخوات، شوف اللي كلهم اصحابي كلهم، ما لقيتش حتى صاحبه من نمشي انا وياهم في بوسري، ما لقيتهم كلهم ما تنشر، ما لقيت حد. ليش؟ وجا شافنا وجا شاف شو موصلهم هم للكراسي وشو موصلهم لهالمكانات، والله الله 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 همشون ابو سليم ما نظروا لنا ولا شيء. انا 3 مرات يحيدوا لي، مرتين في العدسه، 8 مرات ندير في عمليات على العيون، والثالثه في الطريق من البكي. يا رب اجبر خاطرنا واجعلهم في الفردوس الاعلى، ويعمر البلاد ويهدي العباد ويلم شملنا ويصلح من امرنا، والله يشفي جرحانا، الله يشفي جرحانا، الله يشفي جرحانا. احنا نطلب من الله عز وجل، وتم دبيبه ما دام ان شاء الله مازال شهر في الحكم، ينظر للشباب، يدير لهم معاش، يديرها رسميه، يشوفوا الحال، يحط عليهم. مش مصطفى عبد الجليل نطلب فيه في كل ميكروفون وفي كل اذاعه ولا تلمن، قلت له نطلب منك ساعتها الفلوس مكدسات 100,000 مجان لكل شاب وشابة ليبية، كل واحد ينظم حياته، مش المليارات لدار من عمره 15 ل 40، لا لا لا، كل واحد نفسي نفسي نفسي. الدنيا هذه راي ممر ما هي مقر، يا سعد من يستقض لنفسه. وإن شاء الله يجمعنا في جبل عرفات أنا وياكم ولداتي في الحياة قبل ما مات، والفردوس الأعلى، وإن شاء الله ربي يعمر البلاد ويهدي العباد، ويصبر كل أم ويصبر كل بنت ويصبر كل من فقد حبيبة، ولا تجعل في قلوبنا ظل. أنا طالبة حاجة واحدة من الله عز وجل، ثم أنتم إلا ما يرضى الله وما نزل في القرآن بس. أمين. بس بس يا حاجة. وهرب من عدالة الدنيا عدالة الآخرة تراجع. يا تبروري، تذكر 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 بالله عليك أنا أم علي إسماعيل، لكن بارك الله فيك، عمرك ما سيت للعزايز، عمرك ما هنتن، عمرك ما مندوب الحراس الحق واللي خششوا الماكلة. أنا قلت لك راهو يجيكم يوم وتندموا، مش في الدنيا في الآخرة، وجاكم يوم وندمتوا، لكن أنا ما نذكر لك كل خير علشان احترمتنا وقدرتنا، وبارك الله فيك وأنا أم علي إسماعيل. والله يرحم شهدانا وشهد المؤمنين في بقاع الأرض،
وإن شاء الله ديما ملمومين وفرحانين، وإن شاء الله عند الله مقبلين، وإن شاء الله مش ظالمين يا رب العالمين. والسلام عليكم.